لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما احنا عارفين، محمد باكر الفالي الخطيب العراقي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد، ولكن أطلب من كل اللي بيسمعنا دلوقتي إن يدعي لي في خانة التعليقات بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله مثواه الجنة. ويلا بينا على الفيديو. ظهرت زوجة الخطيب العراقي محمد باكر الفالي في جنازته وهي منهارة من البكاء، هي وأولادها. وقالت زوجة السيد الفالي أنه توقع وفاته وأنه حس أنه سيموت، وقال: وصيته لي إني أتبرع بنصف ثروته إلى الفقراء والمحتاجين، وأنا طبعا سأنفذ وصيته وسأتبرع بنصف ثروته، واستكملت سأبيع الذهب الذي أمتلكه، لأن ثروة زوجي ليست كبيرة للغاية، لذا أنا سوف أبيع الذهب الذي أمتلكه حتى نستطيع مساعدة عدد كبير من الفقراء والمحتاجين. وظهر أيضا أولاد المرحوم السيد محمد باكر الفالي وهم منهارين من البكاء لحظة دفن والدهما. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يصبرهم يا رب ويصبرنا جميعا. وزي ما قلت لكم يا جماعة، أطلب من كل اللي بيسمعنا إن يدعي ليهم في خانة التعليقات بالرحمة والمغفرة. ودلوقتي هنسيبكم تعرفوا تفاصيل أكتر عن وفاة السيد محمد باكر الفالي. وفاة الخطيب الحسيني السيد محمد باكر الفالي عن عمر يناهز 66 سنة. توفي رجل الدين والخطيب السيد محمد باكر الفالي فجر اليوم الأحد عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض. ونشرت صفحة الفالي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ألمت به وأدخل على إسرها العناية المشددة. الراحل هو محمد باكر بن أحمد بن عبد العزيز الموسوي الفالي، ولد في كربلاء وتحديدا محلة المقلع في العباسية عام 1957، ونشأ وترعرع فيها، حيث درس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. ينتسب إلى أسرة الفالي التي سميت بذلك نسبة إلى قرية فال إحدى محافظات إيران. والده أحد رجال الدين في مدينة كربلاء. العراق والعالم الإسلامي ينعيان الخطيب الكبير سماحة السيد محمد باكر الفالي الذي توفي فجر اليوم تاركا هذه الفانية نحو دار الخلد والملكوت، وسيكون موعد التشييع والدفن فور وصول الجثمان من طهران إلى العراق بعد انتهاء الإجراءات الرسمية، وسنبلغكم لاحقا بالموعد. ينتسب الفالي إلى أسرة الفالي التي سميت بذلك نسبة إلى قرية فال إحدى محافظات إيران. والده أحد رجال الدين في مدينة كربلاء، والفالي أحد أعمدة المنبر الحسيني، وهو من رجال الدين الشيعة المعاصرين وأحد خطباء المنبر الحسيني. درس في حوزتي النجف الأشرف وقمة المقدسة، وتتلمذ على يد جملة من العلماء ومنهم الشيخ الوحيد الخراساني والسيد صادق الشيرازي، كما أنه يحمل الشهادة الأكاديمية في العلوم السياسية والقضاء من جامعة طهران، ولديه كتاب من تأليفه نظرة إلى حياة الإمام الصادق. عرف الفالي
وهو رجل دين شيعي وخطيب حسيني إيراني من أصل عراقي، بدفاعه عن الشعائر الحسينية بكل أنواعها، والتي تشمل التطبير والمشي على الجمر، ورد آراء المشككين فيها من رجال الدين الآخرين. ثبت العديد من محاضراته باللغتين العربية والفارسية على قنوات الأنوار والزهراء وقناة الإمام الحسين وقناة FA الفارسية. انتقل إلى مدينة قم الإيرانية مع والده وأسرته، حيث تعرض والده لضغوطات عديدة من الحكومات المتعاقبة في العراق، فسجن أكثر من مرة في عهد عبد السلام عارف وفي فترة حكم الحزب الشيوعي العراقي، ثم نفي إلى إيران إبان حكم حزب البعث العربي الاشتراكي بأمر جابر حسن الحداد محافظ كربلاء آنذاك. كما تم إسقاط الجنسية العراقية منه، فعاش بقية عمره في إيران. أكمل دراسته بعد انتقاله إلى إيران في مدرسة حكيم نظامي الثانوية، ثم انتسب لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران حتى حصل على ليسانس في العلوم السياسية، كما حصل على ليسانس في القضاء. ابتدأ دراسته الدينية في مدرسة الهندية، حيث درس عند علي الحسيني الصدر، ثم انتقل إلى المدرسة الحسينية ودرس عند كل من عبد الرحيم القمي وعبد الرضا الصافي وباقر القزويني وغلام رضا الوفائي. وبعدما أنهى مرحلة المقدمات، حضر في مدينة قم دروس مصطفى الزماني وعلي بناء الاشتهاري وغيرهم، ثم ابتدأ دراسة البحث الخارج، فحضر دروس المرجعيين حسين وحيد الخرساني ومحمد الحسيني الشيرازي في الفقه، كما حضر دروس المرجع صادق الحسيني الشيرازي في الأصول. الفالي خطيب حسيني يجيد الخطاب باللغتين العربية والفارسية، فبعد انتقاله إلى إيران مارس الخطاب الحسيني في مدينة يزد باللغة الفارسية، واستمر في الخطاب هناك ما يقارب عقدا من الزمان، ابتداء من سنة 1971، ثم مارس الخطاب في كل من أصفهان وقم وطهران وشيراز ومشهد ومازندران باللغتين العربية والفارسية، ثم بدأ بالخطاب خارج إيران، فذهب إلى سوريا ولبنان ومسقط والكويت ولندن وغيرها، كما مارس الخطاب في مكة والمدينة المنورة بمواسم الحج. اتهم في الكويت بتهمة سب الصحابة أثناء تواجده وخطاباته بحسينيات الكويت كحسينية الرسول الأعظم، وكانت السلطات الكويتية قد منعت الفالي من دخول الكويت، وتم اقتياده إلى مخفر جليب الشيوخ فور نزوله من الطائرة حينما كان قادما من إيران، حيث كان متوجها للخطابة في حسينية الرسول الأعظم، وقد بذل عدد من النواب والمسؤولين من بينهم النائبان صالح عاشور وحسين القلاف مساعي لإطلاق الفالي والسماح له بدخول الكويت. شملت وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعددا من القيادات في الوزارة. تم تخلية الفالي بكفالة النائب عاشور لمدة 10 أيام، ثم صدر حكم بتغريمه 10,000 دينار كويتي، حتى صدر آخر ببراءته برئاسة المستشار صالح المرشد وإسقاط الحكم السابق. وقد صرح برغبته لزيارة الكويت مرة أخرى بقوله: أشتاق إلى وطني الثاني الكويت، وسأزوره إن وجهت لي الدعوة. كان الفالي يرتقي المنبر ويلقي المحاضرات طوال شهر رمضان عام 1432 هجرية في حسينية داود العاشور الواقعة في منطقة مهجران التابعة لقضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة بجنوب العراق. تعرض فيها لمحاولة اغتيال، حيث تم تفجير سيارة مفخخة على بعد 100 متر من الحسينية في 25 من أغسطس 2011 24 رمضان، وقد خلف الانفجار العشرات من القتلى والجرحى،
في حين نجا الفالي من محاولة الاغتيال، حيث خرج من الحسينية قبل دقائق من التفجير، وقد أدت شدة الانفجار إلى حدوث أضرار في الأبنية المجاورة وكذلك تدمير عشرات السيارات. وقد حملت بعض الأوساط تنظيم القاعدة متمثلة في دولة العراق الإسلامية مسؤولية التفجير للسيد محمد باقر الفالي العديد من المؤلفات، أهمها إنه ترجم 34 كتاب من اللغة العربية إلى الفارسية وكلها مطبوعة، وله كتاب باللغة الفارسية مطبوع بعنوان نظرة إلى حياة الإمام الصادق عليه السلام، ومخطوطان أحدهما بعنوان في مدرسة الحسين عليه السلام والثاني هكذا علمنا الإسلام. له محاولات شعرية، حيث بدأت محاولته الشعرية منذ عام 1390 هجرية، حيث غطت القصائد التي يكتبها عمله المنبري، ومنها ما كتبه في ولادات الأئمة الأطهار عليهم السلام، ومنها في وفياتهم. وقد أورد صاحب كتاب معجم الخطباء جميع قصائده في ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.